بقلب حي ومشاعر عميقة وبمعدات وإمكانيات أولية ولمسات ابتكارية. ينحت فنان فلسطيني يدعى بسام الحجار لوحات فنية تراثية وتاريخية مختلفة، ينعش بها ذاكرة الأجيال العربية والفلسطينية التي تموج بالكثير من الأحداث والمعاناة. عشقه لهذا المجال دفعه إلى تحويل جزء من منزله إلى ورشة عمل تساعده أيضا في تأمين نفقاته المعيشية، حيث أشار الحجار إلى أن القريحة الفنية وجدت لديه في سن مبكرة جدا، وكان يتعامل بالصلصال والورق والسلك، ولكنه بدأ في النحت على الفخار في سن 14. إحنا شعب ولد ولادة قيصرية، يعني أنا كان عمري 12 سنة، كنا بنعاني من احتلال، من طوق، من حصار، من قتل، من موت. هذه كل الحاجات تجسدت لسن 18 14 15 20 سنة. كله أنا كنت عملت لوحات عن المعاناة اللي احنا بنعانيها كنحت كفنان. قعدت كانت ثقافتي محدودة، كنت بنحت حاجات بسيطية، حاجات عن التراث بس بدون علم، بدون فهم، حتى تمكنت إني أنا أصير أنا يعني سن 18 أعمل لوحات اللي هو جداريات صغيرة هيك. وبعدين صرت أنحت على الفخار، وصرت يعني وبعدين صرت بالزيت أرسم بالزيت. وفي مرسم صغير متواضع داخل منزله توجد العشرات من المنحوتات الفنية التي تعكس كل واحدة منها محطة مختلفة من تاريخ الشعب الفلسطيني. صرت أقرأ عن كتب، عن مجلات، عن أشوف مثلا عن هانيبال، عن خولة بنت الأزور، عن آخر ملوك الأندلس عبد الله الصغير، العملة العباسية، العملة الأموية، ختم عبد الملك بن مروان. صرت هذا كله أعمله. التراث هذا هو إثبات حق لنا، هو الحفاظ على الوطن المضيع، هو مبدأ الحركة، هو كل شيء في حياتنا. تذكرك بعاداتك، بطقوسك، تذكرك في مدينة يافا، بتكون فكرة في دماغي وباقي المعاد تبعها بكون أنا مخلص لوحة أو عامل لوحة أو منه لوحة، بتخيل إيش اللوحة اللي أنا بدي أسويها في دماغي وأطبقها. جدارياته ومنحوتاته الفنية تختلف أسعارها حسب الأحجام، كما أن رسمها أيضا يستغرق طويلا من شهر إلى شهر ونصف. إله باع لأنه نحته عدة مرات شايف وبعته، يعني إله باع. هذا كنعاني، رجل كنعاني قبل 3000 سنة. رسمت بنات بقطفوا البرتقال، رسمت قطف العنب، رسمت البنت اللي بتعمل منجل، رسمت اللي بيحل بالبقر، رسمت هنا الحصيدة وقت الحصيدة. يمكن لوحة يمكن زي هيك بتكلف أبو 50 شيكل، أو الكبيرة ممكن تكلف 100 شيكل، يمكن 100 دولار بتكلف، لكن كوقت هي بتستهلك إرهاق. أنا يعني ممكن يعني لوحة زي هذه بتكلفني يمكن شهر أو شهر ونص أو أقل. ويحلم الحجار في أن يمتلك يوما ما متحفه الخاص الذي يضم فيه كل ما أبدعت يده من أعمال فنية، ويتحول إلى مزار للمهتمين خصوصا الأطفال وطلبة المدارس ليتعرفوا على تلك المحطات المضيئة من التاريخ العربي والإسلامي لإنعاش ذاكرتهم وتحفيزهم.